راح تساعدها المادة تخلص من القيود. بصب هذه المادة بعد. سير تفاعل. فتحت القيود. ياي! بس الحمد لله تخلصت منها. يا ربي لازم اطلع. مقفل. وش اسوي؟ الايباد يمكن يساعدني. شفه، تعرف مين اللي مسجونه؟ ليش؟ لانك حرمتي حلويات للسينما، تعتبر هذه جريمه ودخلتك السجن. والحين حاولي تطلعين من السجن بروحك. انا محبوسه بس عشان دخلت حلويات داخل السينما؟ فتح الخزنة. يا ربي ما فهمت ولا شيء. لازم أركز. إنسان، طاولة، كرسي. إنسان، طاولة، كرسي. واحد واحد واحد. واحد واحد واحد. ياي تبطل. يلا افتح الباب. كبت مخرج. شو يعني كبت ومخرج؟ بوابة. يس. لازم ندور على المخرج عشان اخرج من الغرفة. احتاج رمز عشان نفتح الباب. ايباد شفا، ما توقعت توصلين بهالسرعة للغرفة الثالثة. راح تلاقين الحل في احد من المخاليط. اوكي اوكي يلا ندور على المفتاح. ايوه مقرف. يلا ابحث عن المفتاح. ايوه مقزز. ما حصلت المفتاح. خليني ادور في الصحن الثاني. ما لقيت المفتاح. خليني ادور على اخر واحد. ورقة. انا ما لقيت مفتاح. شو هالاشكال؟ شو معناها دائرة، مثلث، مستطيل؟ شو هالرموز؟ جدا صعبة. شو معنى؟ فهمت. معنى خمس مثلثات وستة مستطيلات وثلاث دوائر، وهاي نفس ألوان الرموز. يلا خليني أروح أكتبهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة. يس انفتح. شفا، انت الحين في غرفة الليزرات، واذا مسكتي الليزر بالغلط ما راح تشوفين الباب ابدا. لازم امسك الليزر.
الزرات عشان ما تعلق للأبد. لازم أركز. ما قدرت أمشي تعلق. قريب مني بيلمسني. وصلت الباب. يس تفتح الباب. كوزين كاندي. كوزين كاندي يمكن داخل المفاتيح. بختار هذا. سلايم. سلايم ما رح يساعدني على الخروج. اختار هذا. خاتم. حلو بس ما في له فايدة. يا رب الاقي مفتاح. والله بختار هذا. مناكير. ما في له فايدة. باقي لي بس حبتين. لازم اركز. كرة. ها كرة. اخر واحد. ان شاء الله يكون فيه المفتاح. مفتاح. يس يلا افتح الباب. يس انفتح الباب. شو هذه الغرفة؟ ايباد. شفا هذه الغرفة الاخيرة واصعب مرحلة. يس هاي اخر غرفة. وبالتوفيق. شو هذا المحرك يمكن يساعدني على فتح الباب؟ بطل. ها سكه. فتح. مسكر. يا رب شو اسوي هالمره؟ بسوي بسرعه. 1 2 3. جد صعب شكله متعلق للابد. لسكه. ان شاء الله تنجح الفكره. انفتح الباب. يس يلا خليني اهرب. اوه الحمد لله خرجت من السجن.